إلى جانب ذلك، أكد مجموعة من أصحاب الأعمال والشركات عمق العائد الإيجابي الذي أورده البرنامج الوطني للتوظيف المتمثل بتوفير الكفاءات البحرينية بشكل مستمر، ويفي بحاجة تلك الشركات في استقطاب السواعد الوطنية المؤهلة والمدربة القادرة على ملء أي شاغر وظيفي متاح لديها. شفنا أن البرنامج جدا مناسب بالنسبة لنا كشركة، يعني على اعتبار ان المخرجات اللي طلع منها هذا المشروع يعني احسها مناسبة جدا في خلق بيئة عمل مناسبة للمواطن البحريني. وبدأ فعلا التعاون بشكل مباشر مع وزارة العمل بتحديد مواعيد توظيف في الوزارة نفسها، فصار عندنا نوعين من التوظيف، اما يكون توظيف مباشر عن طريق وزارة العمل عن طريق المعارض اللي تحصل داخل الوزارة، او عن طريق خارج الوزارة بس بعد يكون عن طريق وزارة العمل. حققنا تقريبا نسبة البحرنة نسبة عالية جدا، وصلنا تقريبا 96% من نسبة البحرنة. وطبعا اللي حققناها من التوظيف الكوادر البحرينيين من المتخرجين يعني من الثانوية والمتخرجين من الجامعة. نسعى دائما لزيارة عدد البحرنة الموجودة بالشركة، وهو الركيزة الأولى والنظرية الأولى اللي احنا نشوفها للشركة، ان المواطن الأولوية له، من بعد طبعا الجنسيات الثانية. حصولنا على المواطنين طبعا وزارة العمل سهلت علينا أمور كثيرة، أهمها الكوادر البحرينية المطلوبة، احنا نعطيهم طبعا الأشياء المناسبة لنا وهم يوفرون لنا سيفيات ونقابلهم في المراكز الموجودة في وزارة العمل مكاتبهم، وحتى توقيع العقود يكون بعد موجود عندهم في نفس المكان. البرنامج الوطني كان نقلة نوعية في اللي هو دعم توطين البحرنة أو بحرنة الوظائف، من خلال أنه في لينك مباشر بين اللي هو هيئة الـ MRA مع وزارة العمل للطلبات اللي هو الوظائف المطلوبة لدى الشركات. فالحين ما عادت العملية مباشرة، إذا أحد يطلب عامل أو موظف أجنبي مباشرة يصير موافقة، تم اللي هو في تواصل بينهم واللي ساهم في اللي هو رفع مستوى البحرنة، وكذلك إطلاع الشركات على ما هو موجود. صار في آلية واضحة اللي هو بحرنة الوظائف للوظائف النوعية. البرنامج الوطني للتوظيف ساهم عندنا في الشركة بزيادة عدد البحرينيين، وهذا كله بالجهود المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. هم وفروا لنا المقابلات، وفروا لنا الموظفين ذوي الجودة العالية، وبالتالي ارتفع عندنا نسبة البحرينيين ل 300 بحريني الوقت الحالي. وزارة العمل صارت تحرص على ان هي تجيب لنا كفاءات مميزة، واذا طلبنا مثلا بوزيشن معين للتوظيف ولا شيء تسعى ان هي تدور لنا الافضل، واللي تخلي حتى المتقدمين للوظيفة انهم يسعون انهم يعطون الافضل. يعني حتى لما يجي المقابلة يكون جاهز ومستعد وعند الادوكيشن والاكسبيرينس اللازمة على اساس انه يقدم حق هاي الوظيفة. هي مبادرة جدا طموحة أدت إلى انتعاش السوق وتمكين الكادر البحريني من مهارات في السابق ما كان متمكن منها، خلال الخيار الأفضل لاختيار السوق أن نكون عندنا الآن. احنا مثلا نتعامل مع القطاع التعليمي، أنا جاي اليوم وإلى الوزارة وعندي طلبات كثيرة يحبون يوظفون الكادر البحريني لأنه يحوز على خدمتين حلوات جيدتين، الخدمة الأولى الدعم اللي يحصله، وأيضا الدعم التدريب للكوادر البشرية. طبعا احنا في المركز الألماني ومنذ افتتاحه من 2016 سعى أن يكون المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف، وطبعا مع المبادرة الوطنية اللي تم إطلاقها في فبراير وبتوجيهات من سمو رئيس الوزراء وولي العهد، يعني المركز الألماني وضع شيء اسمه المواطن أولى في الوظيفة، وأثبت لنا فعلا كفاءة المواطن البحريني في وجوده في هالوظائف.